السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير في هذه الايام والاجواء. وزي ما شفتوا كده من شويه، بعد هذا التحول العجيب اللي حصل بعدنا في الاستوديو، اخيرا واحد من اهم الموبايلات هذه السنه، واحد من الموبايلات المنتظره جدا من جمهور كبير، هو اكيد نوت 20 الترا. انا بقالي فتره قصيره بختبر وبجرب النوت 20 الترا. طبعا يعني هو مش هيوصلكم بالطريقه دي، هيوصلكم في صندوق عادي. ولذلك خليني اوريكم عمليه الانبوكسنج. وقبل ما نبدا، اذا عجبك فيديوهاتي اليوميه حابين انها تكمل، يا ريت تنسوش لايك عنيف، يا ريت كمان تشتركوا معنا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معنا في كل فيديوهات جديده اول باول. هيا بينا. انا متحمس جدا للنوت 20 الترا بصراحه. وطبعا زي ما انتم فاكرين، النوت 10 بلس كان واحد من الموبايلات المفضله السنه اللي فاتت، وهو فعليا اللي كسب اوسكار 2019. واهلا وسهلا بقى بالجيل الجديد تماما، نوت 20 الترا. السنه دي مفيش حاجه اسمها بلس، عندنا بس الترا ونوت 20 عادي. نرجع حالا للوحش ده دلوقتي، بس خلينا برضو نشوف بقيه الحاجات اللي بتيجي جوه الصندوق، نشوف هل في تغيير عن السنه اللي فاتت ولا لا. اظن ده نفس الشاحن اللي كان بيجي مع النوت 10 بلس، السوبر فاست شارجر ده 25 واط على ما اظن، والسنه اللي فاتت كان بيشحن النوت تقريبا في ساعه. فهنجرب السنه دي ونشوف الوضع ايه، هنشوف في ايه تاني موجود هنا. اوكي، عندك الكيبل التقليدي يو اس بي سي، يو اس بي سي، وهنا زي ما شايفين اي كي جي، معناها اظن هي برضو نفس السماعه بتاعه السنه اللي فاتت اللي بتشتغل برضو مع يو اس بي سي وبتيجي مع كيبل بريدد. سماعه لطيفه على فكره. وطبعا في علبه من فوق هتلاقي السيم تول، هتلاقي كمان شويه المانيوالز. اوكي، مفيش حاجه جديده نسبيا. خلينا بقى نرجع لهذا الشيء الجميل جدا بصراحه. السنه دي النوت 20 الترا بيجي في ثلاث الوان، كلهم ميستيك، ميستيك وايت وميستيك بلاك، والاثنين دول جلوسي، الظهر بيلمع زي السنه اللي فاتت. واللون الثالث هو الميستيك برونز، وانا معجب جدا بملمس اللون ده، مختلف عن الاثنين التانيين. الميستيك برونز هو اللون الوحيد المات او المطفي، زي ما تقولوا احساسه مختلف شويه عن الملمس الطبيعي، تحسه كده في ليه تكستشر كده، مش حاجه منزلقه، وفي نفس الوقت كمان ما بيعملش بصمات خالص. يعني لحد دلوقتي كام شويه اللي مسكت الموبايل فيهم دول مش حاسس باي بصمات بتعلم، ودي ميزه ممتازه بصراحه. اللوجو بتاع سامسونج اللي تحت ده تحسه متفرغ من التكستشر الموجود هنا، فاللوجو ده بيلمع شويه. وطبعا برده المستطيل الكبير بتاع الكاميرا اللي بنتكلم عليه دلوقتي برده معمول من ازاز بيلمع او جلوسي. النوت 10 بلس كان يعتبر تطور كبير في التصميم، مختلف بفرق شاسع عن الاجيال اللي كانت قبليه، مع الحروف الحاده نسبيا والفريم المستطيل شويه. والنوت 20 الترا محافظ على نفس لغه التصميم دي، يعني من بعيد ممكن ما تعرفش الاثنين من بعض شويه لو بصيت لهم من الوش، ودي حاجه انا معجب بيه بصراحه، لان النوت كان وصل لتصميم ممتاز السنه اللي فاتت، وده مكمل على نفس الموضوع مع تحسينات. يعني بص للشاشه كده، شكلها بصراحه رهيب بجميع المقاييس، ده شكل مثالي للشاشه بالنسبه لي، شكلها حلو جدا جدا. الحواف عندك اصغر ما يمكن، اصغر كمان من كانت في النوت 10 بلس بشكل واضح بصراحه. انا شفت الاثنين جنب بعض وحسيت بفرق كبير. الفتحه بتاعت الشاشه كمان، الفتحه اللي في الشاشه الكامل الاماميه، حجمها اصغر جدا من الجيل اللي فات. لسه مش متاكد من النقطه دي، بس دي يمكن فعلا تكون اصغر فتحه كاميرا اماميه شفتها لحد دلوقتي. فعليا هنا ما بقتش عامله اي مشكله، كانها بحجم نوتيفيكيشن من الموجودين هنا. شاشه النوت الجديد مازال بيجي فيها ايدج من الجناب، ولكن الايدج خفيف جدا جدا، اظن نفس الايدج بتاع النوت بتاع السنه اللي فاتت لو شفته، يا دوبك بس انحناء لطيف كده بيسهل انك تعمل سوايبس من اليمين ومن الشمال وتعمل باك وما الى ذلك. ويعتبر اكتر شويه من الانحناء اللي شفناه مثلا في الاس 20 الترا، اللي يعتبر فعليا الشاشه فيه فلات، بس الازاز هو اللي منحني شويه. انا معجب اكتر بهذا الاتجاه بصراحه، ايدج خفيف بيدي فانكشناليتي من غير ما يديك المضايقه بتاعت وجود الايدج. بس اكتر حاجه انا معجب بيها في شكل الشاشه بصراحه انها مستطيله، الحدود والزوايا بتاعتها هنا جايه تعتبر مربعه كده جدا، فبيدي الشاشه شكل خطير كده، تحس قدامك نافذه كده، يعني تحسها شباك شويه، شكلها حلو جدا جدا، وانا معجب جدا بهذا الاتجاه. وطبعا ده بيعبر عن تصميم الجهاز كله، كله هنا فيه زوايا حاده اكتر ما بتشوفها في اي موبايل تاني. فعليا هنا الفريم من فوق ومن تحت مسطحين تماما، ده بيخلي الموبايل ده واحد من موبايلات القلائل تقدر تسيبه كده واقف لوحده على الترابيزه، حركه ملهاش اي لازمه، ولكن حركه لطيفه كده وهندسيه
بتعجبني بصراحه. الموبايل مسكته في الايد لطيفه جدا عشان سمكه مش كبير ووزنه مش تقيل وملمس الظهر بيديله كده فخامه واحساس لطيف، لكن لازم تبقى عارف ان ده موبايل كبير. الشاشه هنا 6.9 انش، فده اكبر نوت عدى علينا لحد دلوقتي، ولكن بفضل البازلز الصغيره جدا فوق وتحت وتقريبا منعدمه في الجناب، ده بيخلي استغلال مساحه الموبايل ممتازه بصراحه. بعيدا عن لون الظهر، انا شايف ان تصميم الكاميرات السنه دي محسن جدا شكل ظهر الموبايل عامه. الحلقات اللي اتعملت حوالين كل الكاميرا دي مديه شخصيه كده للموبايل، مديه له تصميم مميز، واللون البرونز اللي عاملينه جوه ده شكلها لطيف جدا طول ما انت باصص لها كده من الوش مباشره. لما تقارنها حتى بالاس 20 الترا، يعني مستطيل برضه حجمه كبير، لكن هنا عشان ما فيش الحلقات دي فتحس اوكي شكله حاجه سودة كده في الظهر، لكن هنا ليها شخصيه كده. بس المشكله بقى لما ما تبصلهاش كده من الوش مباشره، لما تلفها شويه وتكتشف ان بروز الكاميرات هنا فعليا عملاق. الموضوع ده ملحوظ جدا بصراحه، واكيد هتحتاج تستخدم كيس عشان تداري هذا الجزء الكبير اللي ورا عشان يكون ظهر الموبايل مسطح نسبيا، ولكن وانت بتستخدمه كده من غير كفر هتلاقي ده مكان مناسب انك تريح صباعك كده بحيث تسند الموبايل شويه، لكن اكيد كبيره زياده بصراحه. لو حط الموبايل على مكتب مثلا وبتكتب على الكيبورد او في الجزء اللي تحت هنا مفيش اي مشكله، لكن او هنا برضه مفيش مشكله، لكن اذا اتجهت للزاويه اللي فوق دي الموضوع هيبقى صعب جدا، بيرج جامد يعني. بس اوفر اول انا اكيد بيج فان لتصميم النوت مع الخطوط الحاده والزوايا المستقيمه وما الى ذلك، واكيد معجب اكتر كمان من ناحيه الشاشه. والشاشه مش بس منظر لطيف، الشاشه دي كمان مواصفاتها رهيبه. طبعا الفيديو ده يعني يعتبر تجربه اول يوم مع النوت 20 الترا، ولكن بصراحه انت مش محتاج يوم خالص، محتاج شويه صغيرين جدا انك تبص على الشاشه عشان تدرك انها فعليا هنا خطيره. الشاشه دي اكيد دايناميك اموليد 2X، احدث حاجه وصلت لها سامسونج، ومع ريزولوشن كواد اتش دي بلس 3088 × 1440. الشاشه بصراحه رهيبه جدا، قوه الاضاءه بتاعتها ممتازه، الالوان رهيبه، و المستطيل اللي انت شايفه ده تحس انك بتتفرج على شباك فعليا مع البازلز الصغيره جدا والفتحه اللي مش مؤثره على اي حاجه. تجربه مشاهده ممتعه من اول ثانيتين كده هتشوفها هتنبهر. انا السنه اللي فاتت وقعت وقعه عنيفه مع النوت 10 بلس وكسرت الشاشه، واتمنى ان شاء الله ما يحصلش كده المره دي، ولكن الشاشه هنا المره دي جوريلا جلاس فيكتس اللي هو الجديد تماما، المفروض يتحمل صدمات من ارتفاع تقريبا مترين ولا حاجه زي كده او اقل شويه بحيث تقع مش هتتكسر، وطبعا يتحمل الخدوش وما الى ذلك بنسبه اعلى حاجه. ده اول واحد بيجي مع شاشه متغطيه بالازاز ده، ونفس الكلام على الظهر كمان مش بس الوش. السماعات من التجربه الاولى برضو تبدو كويسه جدا، هنا عندك سماعه من تحت مع سماعه فوق الكاميرا تقريبا مش باينه تماما، لازم تبص كده بزاويه عجيبه جدا عشان تشوفها، فتحه صغيره جدا بيدوك صوت ستيريو لطيف، لسه محتاج اختبره اكتر، ولكن مبدئيا كده توقعات اوليه كويس. بس في حاجه لاحظتها هنا كده عن السماعات هترجعنا تاني شويه لنقطه التصميم، وهو مكان السماعه. لو بصيت دلوقتي هتلاقي ان مكان السماعه موجود ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين زي السنه اللي فاتت او زي كل الاجيال اللي فاتت، وطبعا جاي معاها الاس بن هو كمان بقى ناحيه الشمال، ناحيه اليمين ما بقاش في اي حاجه. السبب في كده ان سامسونج نقلت الزراير بعكس السنه اللي فاتت من الشمال نقلتها لليمين، فما بقاش في مكان تقريبا يحطوا هنا سماعات والقلم. التغيير موضوع الزراير كويس جدا بصراحه، ده المكان المناسب للزراير والقلم ما عنديش معاه مشكله، لكن مكان السماعه هنا ناحيه الشمال لو بتمسك الموبايل كده ممكن تكتمها شوية على ما أظن، لكن هي أعلى شوية من المكان التقليدي لما تبقى ناحية الشمال، فهجرب أكتر وهشوف الوضع إيه، لكن مبدئيا مش معجب قوي بمكان السماعة يعني. الحاجات اللي لاحظتها كمان إن موتور الفايبريشن هنا ممتاز، بيدي كده النبضات المظبوطة، والبصمة بتشتغل بنفس الطريقة اللي كانت موجودة في الاس 20 الترا، بصمة الترا سونيك أحسن بكتير من اللي كانت في النوت بتاع السنة اللي فاتت، ولكن مش فارقة عن اللي كانت في الاس اللي بتشتغل أوريدي كويس جدا. ومن أهم الإضافات اللي أخيرا ظهرت في سلسلة النوت هي الريفريش ريت العالي للشاشة. سامسونج بتسميها موشن سموثنس، وعندك اختيارين، يا إما ستاندرد اللي هو 60، يا إما أدابتيف اللي هو اب تو 120 لحد 120 هرتز. دي حاجه ما كانتش موجوده في نوت اللي فات لكن موجوده في الاس 20 الترا، وهنا موجوده بشكل محسن اكتر. طبعا ادابتيف يعني فريم ريت هنا متغير، لكن بعكس الاس قبل كده اللي كان بيتغير ما بين مثلا 60 ل 120 بس، هنا لا، هنا بيقدر يتغير معاك ما بين 10 هرتز لحد 120 هرتز حسب الحاجه اللي انت بتعملها على الشاشه. فمثلا انت بتقلب في الهوم سكرينز عندك او فاتح لسته الابلكيشنز بتقلب فيها، او طبعا فاتح مثلا ابلكيشن زي انستجرام وقاعد تعمل سوايب، كل الكلام ده هيشغل ال 120 هرتز باقصى سرعه وهيديك فعلا احساس سلس ولطيف جدا. لكن تخيل مثلا انت فاتح ويب سايت او مقاله او ايميل او حاجه زي كده والشاشه ثابته حاجه بتقراها، هنا الفريم ريت هيقل معاك لحد
يمكن 10 هرتز بس. نظريا وحسب كلام سامسونج ده المفروض هيوفر معاك في البطاريه بشكل كبير جدا عن الشاشه اللي ثابته على 120. دي حاجه طبعا محتاج اختبرها اكتر ونشوف بقى البطاريه هتقعد معانا قد ايه، وهقول لكم ان شاء الله في الريفيو الكامل على هذه النقطه. دي اكيد حاجه كويسه، بس الحاجه اللي غريبه شويه ان انت عندك هنا ريزولوشن زي ما قلنا لحد كواد اتش دي بلس، ولكن اذا استخدمت ده الكواد اتش دي بلس مش هتقدر تستخدم معاه الفريم ريت العالي، لازم ترجع ل 60. دي حاجة محبطة شوية بصراحة، دي نفس اللي شفناها مع الاس 20 الترا. بصراحة أنا شخصيا ما عنديش مشكلة قوي بإن الشاشة تكون فول اتش دي بلس، ما زال شكلها شارب جدا، مش ملاحظ أي مشاكل والتكست واضح وكل حاجة، ولكن تحس أنت كده مش محقق البوتنشال الكامل للموبايل، ليه ما يشتغلش الاتنين مع بعض؟ يعني ممكن تكون حاجة خاصة بالبطارية مش عارف، لكن في شاشات تانية بتصنع تقريبا من سامسونج برضو بتستخدم الخاصيتين مع بعض، واتوقع سامسونج ممكن تنزل ابديت يزود لك هذه الخاصية. نوت 20 الترا طبعا بيجي فيه كذا فئة حسب المواصفات الداخلية. النسخة المعادية هي نسخة ال 5G، دي تيجي مع بروسيسور من نوع اكسينوس 990، تيجي مع 12 جيجا بايت رام من نوع السريع DDR5، وذاكرة داخلية 256 جيجا من نوع برضو السريع جدا UFS 3.1. طبعا واي فاي 6، بلوتوث 5، في كل الحاجات المتطورة اللي انت متخيلها، وانا مش هدخل في الفيديو ده في التفاصيل في موضوع الاداء، لسه محتاج اجربه فترة اطول عشان اقدر احكم، لكن اكيد لحد دلوقتي حاسس ان كل حاجة سلسة جدا، خصوصا طبعا مع 120 هرتز كل حاجة هنا بتطير لحد دلوقتي. البطارية المرة دي كمان زادت وكبرت عن الجيل اللي فات، بقت 4500 ملي امبير، دي طبعا حاجة محتاجة اختبارات، بس انا شحنته فول وبقالي كذا ساعة بختبره وقاعد بعذبه شوية ووصلت 90%، فالموضوع مبشر، لكن طبعا ان شاء الله في الريفيو الكامل اللي هحكي لكم بتقعد بالظبط كام ساعة بعد كام الاستخدام، وطبعا مع الشحن السريع ال 25 واط اتوقع برضه هيقضي معانا الغرض جدا في انه يشحن لك البطاريه يمكن في ساعه او اقل شويه. واكيد طبعا كمان في شحن لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي، ممكن يشحن مثلا الجالاكسي واتش 3 من ظهر الموبايل في حاله الطوارئ مثلا. وخلينا نتكلم دلوقتي سريعا جدا على الاس بن، طبعا زي ما شايفين فيديو كده نبذه سريعه، لكن ان شاء الله التفصيل الكامل بقى في الريفيو المتكامل قريبا. الاس بن زي كل سنه اضاف شويه حركات جديده في الاير اكشنز وشويه حاجات تقدر تضيفها زي انك تكتب على PDF او تعمل صفحات كده طويلة وما الى ذلك، لكن اكتر حاجة لاحظتها مباشرة هو التعديل بتاع الليتنسي اللي عملته سامسونج. الليتنسي دلوقتي بقى 9 ملي سكند، والموضوع انا على نفسي شايفه محسوس جدا، حاسس ان العلاقة ما بين اللي انت بتكتبه واللي بيظهر على الشاشة فورية، تحس تفعيل بتكتب على ورقة، مفيش اي لاج هنا، مفيش، مش حاسس اني بكتب على حاجة الكترونية. الكلام ده فعليا احساسه لطيف جدا جدا. اذا انت مستخدم للاس بن كتير وبتكتب بيه ملاحظات ولا بتذاكر بيه او حاجات زي كده، الموضوع ده هيكون كبير معاك، انا حاسس ان هو ظريف جدا جدا. وطبعا اكيد من الحاجات اللي هنتكلم عليها بالتفصيل في الريفيو الكامل هي الكاميرات. عندنا المره دي 3 كاميرات، 108 كاميرا الاساسيه زي الاس، وبعدين واحده 12 الترا وايد، واحده ثانيه 12 بتديك 3x اوبتيكال زوم، دي اللي هي دي البيريسكوب، وبتديك كمان لحد 50 اكس ديجيتال اذا عايز. بس لاحظ كمان ان سامسونج شالت كاميرا التايم اوف فلايت وحطت مكانها ليزر اوتو فوكس عشان يساعد كاميرا ال 108 انها تظبط الفوكس عشان يظبط المشاكل اللي شفنا زيها مع كاميرا الاس. ومن تجربه سريعه جدا كده شايف صراحه ان الفوكس شغال كويس جدا، لقطه سريعه من غير اي تركيز، بس لقطه على طول الفوكس طالع مظبوط والصوره طالعه شارب من غير الحاجات اللي كنا بنشوفها احيانا في الاس 20 الترا. وعامه من كام لقطه سريعه كده النهارده حاسس الموضوع شكله مبشر، وان شاء الله هقول لكم تفاصيل اكتر قريبا. دي كانت تجربه اول يوم مع الجالاكسي نوت 20 الترا. اكيد دلوقتي مستني تقولوا لي حبيت تشوفوا ايه بالتفصيل في الريفيو الكامل اللي ان شاء الله هيكون قريبا بعد ما اختبر الموبايل كده فتره كافيه عشان اقدر اقول لكم كل التفاصيل المهمه، عشان عارف ناس كتير بتحب وتركز في الموبايل ده، واكيد عايزين تعرفوا عنه اي حاجات اي اسئله اكتبوها لي في التعليقات. وبس لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعمل عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تكون معانا في كل الفيديوهات الجديده وتشوف ريفيو قريبا جدا ان شاء الله. يا ريت كمان تتابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.